أنا أعتقد أن التصعيد سببه هو القاضي نفسه، لأنه لم يأخذ بعين الاعتبار مجريات الأحداث وتسلسلها الزمني، بما يؤدي إلى توجيه اتهام لدواعي سياسية. فبالتالي التصعيد قائم، لأنه من حل المشكلة؟ المشكلة الرئيسية من أين أتت هذه السفينة؟ وكيف رست في لبنان؟ وإلى أين كان المقر النهائي للسفينة، ديستنيشن النهائي لها بالموزمبيق؟ وليش لفت على بيروت؟ لما ما ببلش التحقيق من هالنقطة سيصل إلى الاستنساب، والاستنساب يعني غايات سياسية. ونحن بتجربتنا في لبنان شفنا المحكمة الدولية باستشهاد رفيق الحريري ماذا جرى، تهمت سوريا ثم أصبحت براءة، تهم حزب الله ثم أصبح براءة، وللآن ما عرفنا مين قتل مين. كيف تتوقعون ردة فعل حزب الله وحركة أمل على قرارات القاضي باستدعاء الوزيرين للاستجواب؟ بعيد، النقطة الرئيسية هو الالتزام بمجرى تحقيق علمي. دعوة الناس استنسابا لا يمكن أن تمر. سيد جمال، من خلال متابعتكم للأحداث، هل هناك بالفعل تسييس لهذا الملف من قبل القضاء اللبناني؟ التسييس قائم، يعني التسييس من أول لحظة عندما تم التفجير. ادعى سمير جعجع أنه حزب الله هو المسيطر على البور، بالوقت اللي نحن بنعرف أنه من وقت الحرب 2006 والقرار 1901 بيروت محاصرة ببوارج الحلف الأطلسي باسم ما يسمى أمم متحدة، ولكن فعليا هو التسييس قائم من وقتها. وما زال الأخ ادعى أنه حزب الله، ومن ثم وصلنا لمرحلة لأنه يبشرنا بسبع أيار مسيحي. فهو واضح الخط العام رايح باتجاه التسييس وافتعال المشاكل خدمة لإسرائيل. نعم، شكرا لك، كنت معنا من بيروت جمال دوبة الناشط السياسي، شكرا لك على هذه المداخلة.